بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في درس جديد من دروس مدونة برامج تك لتحميل أحدث البرامج وعرض المشاكل والحلول. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض طريقة سريعة جدا جدا لتحميل أي فيديو موجود على اليوتيوب بدون استعمال أي برامج. يعني ساعات في ناس بتواجهها مشكلة في الإنترنت داونلود مانجر أو أي برنامج لليوتيوب إنك تحمل أي فيديو من عليه. فهنشوف مع بعض طريقة سريعة إن شاء الله في أقل من دقيقة هتعرف تحمل أي فيديو موجود على اليوتيوب وبجميع الصيغ. لنفرض مثلا ان احنا هنشغل الفيديو ده. طبعا انا كده كده عندي الداونلود مانجر، بس دي طريقة للتحميل بدون برامج. تمام، بتيجي عند اللينك بتاع الفيديو من فوق، بتلغي كل الكلام اللي قبل اليوتيوب بالدوت، بالنقطة الموجودة حتى قبله. تمام، زي ما احنا شايفين كده، وبكتب دبل اس، بكتب 2 اس كده وتدوس انتر، بيحولك على طول لموقع ممكن تنزل منه اي لينك من على اليوتيوب او مواقع حتى زي اليوتيوب اللي هي بتعمل نفس الشغل بتاعه على فيديوهاته كده. تمام، طبعا عندنا هنا التايتل بتاع الفيديو، العنوان بتاعه، وهنا المدة بتاعته، وهنا اللينك بتاع الفيديو عشان تتأكد ان ده الفيديو اللي انت هتنزله. فسيبك من داونلود وبلاي، دي ده اعلان. فبتيجي بتدوس على كلمة مور، بيعرض لك كل الصيغ اللي موجودة للفيديو. ممكن تنزله ام بي 4 اف ال في اللي هو فلاش بلاير، ممكن تنزله صوت بس، ممكن تنزله 3 جي بي. فبختار الجوده اللي انا عاوزها، وليكن مثلا الام بي 4 ده 720 اعلى جوده. بمجرد ما دوست هو بيختار المكان اللي هنزل فيه الفيديو، فبتقول له سيف، البرنامج بيبدا معاك بالتحميل. او لو انت مسطب الداونلود مانجر بتيجي تدوس على كليك يمين عليه وداونلود ويز اي دي ام، في ثواني البرنامج بيتم تحميله ان شاء الله على الجهاز بتاعك وبدون اي مشاكل. دي كانت طريقه سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله اشوفكم في الدرس الجاي طريقه تحميل اي فيديو موجود على الفيسبوك بدون برامج، برضو هيكون تقريبا بنفس الطريقه. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، وما تنساش بقى تدوس لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. وان شاء الله اشوفكم في درس جديد بكره باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.